السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم على خير وبخير ومرتاحين يا ربي. كي بقيتوا مع جنها تصبر عاوتاني حاضر، نتمنى تكونوا على خير وبخير. جيت هاد النهاريات فاش نقول لكم نورمالمون اليوم الليله نتاع اللي غيكون الامتحان تاع اشرف. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم الا حسن عوال الوليدات حسن عوالهم. انا الصراحه زعما كنقول حنايا اللي مواتهم ربي اللي عند بينا حسن عوانهم، هما اللي كيفاش يخمو كيفاش يفكروا. الله يفقهم والله يفرحهم والله يعطيهم امتحان سهل. والله العظيم حتي راه دابا صوت اشرف نقول لكم هاد النهاريات شنو درت فيه. اشرف من هاد السونتر لهاد السونتر، من هاد الاستاذ لهاد الاستاذ، تحيه للاساتذه كاملين، تحيه ليهم، تحيه كبيره 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 بزاف. الله يرحم لكم الوالدين، هادشي اللي غادي نقول حيت ما غيجازيكم غير الله. والله العظيم بصح شت اساتذه تعاملوا مع ولدي معامله خاصه، شكرا لكم بزاف. حسبتوه ودكم، حسبتوه خوكم، حسبتوه قريب لكم. شكرا شكرا شكرا. والله قبلت قدر واحد الاستاذ قلت له شي حاجه اللي فوق من الشكر، الله يرحم بها الوالدين. شكرا لكم بزاف، ويا رب يا ربي تخرجت النتيجه زوينه بحال داكشي اللي فكرتو بحال داكشي اللي بغيتو تشوفوه في اشرف. الله يرحم بها الوالدين مره اخرى. والله الا شكرا لجميع الاساتذه اللي كيبغيو الوليدات الناس، واللي كيبغيو وليداتنا اللي كيبغيو وليداتهم. الله يرحم لكم الوالدين، والله العظيم اللي كنقولها. ونقول للناس اللي غادي اللي غيحضوا في الامتحان ولا غيصحوا في الامتحان، حتى اللي غيحضر زعما كان انا كنقول كيبقى فيا الحال. كانت نهى دوزات الامتحان في الباك وخرجت كتبكي، خلعتني قالت لي الناس كينقلوا وحنا حافظين وحنا ضاربين تماره وما كيكونش هكا، ما كيكونش زعما كما كنقولوا العدل. والله يهدي ما خلق هادشي اللي كاين. زعما كاين الواحد حتى ملي كيكون خادم وهذا كيكون واحد زعما كيبغي داك المردوديه ولا داك المجهود اللي كان يبان له، ما كيبغيش يشوف شي واحد كينقل وياخذ هذا الدب. هادشي طبيعه زعما كاين بحال ملي كنا حتى حنا كنقراو هكا نفس القضيه. فالله يوفقهم والله يصابهم رفقا بوليداتنا، الناس اللي كتحضر رفقا بوليداتنا واللي كتصحح. زعما كما كنقولوا يراعي والله، انا ما كنقولش يزيدوا داكشي ولكن راعي والله في النقاط، حيت راه كاين شي حاجه الا نقصتيها ولا مشيتي ما شتيها شي مشى الولد مستقبله. حيت نقطه نقصات لنا دابا كتخلينا شحال من ايكول ما كتقبلش كتهضر. المهم ما كنقولش، ما انا كنعمم ما كنقولش على ولدي. الله يعطيكم الخير مره اخرى، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. شكرا للناس نتاع التعليم كامل، وشكرا للناس اللي كتعاون من قريب ومن بعيد. طولت بزاف كما قلت لكم. هاد النهاريات خرجنا انا واشراف، فطرنا من الصباح والله العظيم الى من 6 الصباح. راه بصح بصح اشرف ما كينعش حتى انا كنعشي معاه. عطيت الدار خاويها جالسه انا واشرف بوحديتنا، ريم عند اختها وجالسه انا وياه زعما كاين باش زعما كاين تكونسونطرا ما كنسطعوش بزاف. واخا كيجيو الدراري صحابو يخدموا معاه ما خليتوش زعما كاين يمشي حتى بوحديته. ملي كيكون غيمشي للسونطر كنبدا انا ونتسنى ونعاود نردو. وانا كنعرفو مسكين عتي والله العظيم كيقيس مسكين عتي كيضرب دوري بوستي راسي كيقول لي هادي لدرجه قبلت نضحككم. بس لي راسي قال لي والله ماما حتى نحمر لك الوجه. قلت لك على هاد التماره دير يديك في حاله واقيه ليا ويحمر الوجه ديك الساعات. وقلت ارتاح ولدي بقى فيا والله العظيم. قال لي والله ماما حتى زعما كيما قال لي راه الناجح ان شاء الله الناجح، ولكن راه بغيت النقطه اللي تحمر لك الوجه اللي تفتخري بيا واللي تدخلي المدرسه اللي بغيتي وانت مفتخره بيا. وانا من هنا كنقول لك اودي مفتخره بك ومفتخره بوليداتي الحمد لله. والله يعطيكم ذريه صالحه اللي تفتخروا بها وتكون في كتافكم. شكرا لي كومونتير الزوين اللي خليتو ليا في اخر فيديو. على اين بصح هاد القضيه نتاع ماشي كلشي ما كنعممش، انا نقول الاباء كاملين زعما كي ما كيحسوش بوليداتهم، ولكن كاين بعض الناس اللي زعما هي ديك الرجوله نتاع اللي كيقول انا راه عندي الولاد، ولكن تفكروا الولاد فوق ما بغاو ويخليهم فوق ما بغاو. البقيته اللي كتكون مسؤوليه وكيكون خاص الواحد يعطي لوليداته ويعطيه ماديا ومعنويا بجوج، راه الماده هو زعما كيما كنقولوا داك الحب اللي كيكون بين الوالدين. ولكن الله يهدي ما خلق، اللي ما عطيش ربي زعما كاين ما باغيش حتى راسو، ما عطيش الرحمه حتى في راسو، ما غاديش تولديه انت شي حاجه اللي ما عنده شيء. فالله يصاوب من عنده. الحمد لله الحمد لله يا ربي، ربي كيقوينا وربي معانا وربي مازال معانا وغيبقى معانا. اللهم لك الحمد. الله يبعد عنا شر الخلق يا ربي، يبعدوا عليكم
هذا ما غنقول. انا شوف اشرف دخل كيدوش دابا وجدت الحمام درت له داك الشيء وشات عمرت له البانواغ ودرت له البان دوش فيه درت له واحد الجو نتاع زوين وجمعت له البيت ديالو شو جا معلو لا شومبر ديالو داك الشيء وحط له الحويجات اللي غيلبس وجالس دابا في البيرو ديالو كما كتشوف معايا شوف حط له التميرات معمرين معمرين بالشكلاط وباللوز وبالنوا وداك الشيء باش كما كنعلمونا حتى حنا والدينا ياخذوا التمر وقلت له نعطيك الزبيب وهذا قال لي حتى الغدا ان شاء الله الصباح على اساس باش يخرج دابا ويتكى في حالاته ويتكى في حالاته ويفيق عاوتاني مع الخمسة الارب درنا باش يفيق مع الخمسة الارب ويبدا استغفر الله العظيم بدا المراجعة وان شاء الله ربي يسهلها على وليدات المسلمين كاملين ويحل بصيرتهم يا ربي ويعاونهم من عنده هادشي اللي غادي نقول ايوا هادشي اللي كاين نخليكم معايا في التتمه نتاع الفيديو والمراحل اللي كيدوز بها اشرف وان شاء الله حتى نتوما دوزوا مراحل زوينين خليكم معايا الراحه حكيت يعني عرفتي بحال داك العريس كيوجد الامتحان وهذا يا حكر داك سد الشرجم واحد الغريب زوين جففت لك بديطول زعما ما كاينش باش شنو واحد ديطول جفف زعما كاين ما كاينش الميكروبات ما كاين حتى التركيز يلا ولدي اش لا انا بغيت بوبوش بعدا زيدنا واحد اخرى بوبوش انا اللي بغيت الحمص وواحد خاصك تجيب العطش لا السوال في الزويته نتاع نوم ودغيا نبي لي ولا نبي لي ولا صراحه الشعر طويل غزال الشعر طويل تبني يا فندرا بشحال حبيبه في البوازون صابون راه هاد بنتي راه زوينه لا شوف المناسبه زعما كاين الزيت نتاع نوا والله خطيره الصراحه لا والله لا زوين بصح والله لا خطيره ما يطوليش عاد دابا غادي ندي منه كميه شوف شوف كميه وشوفي شوفي هذاك البيبي هير شوفي هنايا عرفتي اش هذا اش هذا شمي الريحه اللي فيها صافا ما بغيتي والو زوينه بغيتي هذه الستار ديالي لقد نائس صارت ان شاء الله دابا انا الشعر طويل علاش ما انا تعجبني ولكن تبيني كيبيني بعقلي هاتي يا خوكم وانا اي دون لايك ذا انا كنبغي نكون مسطية السلام عليكم صافا الله يبارك فيك ان شاء الله نحطها هكا اش هذا راك عارفاني حطك هنا واش كتحطني بوجهي عرفتي داك اللي كتحطك بوجهك هي هادي بلاتي 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 ما تهزوش بلاتي بلاتي البنات زين زين حتى انا نصور زين واحد طيب زيد زين الله يكثر خيرك شكرا وانا ما عنديش راكي في الطوموبيل او عمي الحاجة عندي احلى حدانا والله بوبوش كبير كبير واش عليك غنديرو في راه الرومي راه البلدي هو اللي كيكون صغيور ديري لنا شي تصويره كناكلو البوبوش انا اختي كنصورك ما يكون غير خاطرك الله شي شحال شهيت ما عندكمش ميري كنبوبوش الا كليتو يديوني وعاقبوا لي كناكل الحيوانات كل الحشرات وما سميتو حشرات حشرات وما سميتو نصلو هادو سميتهم زواحف كنت نقول لها زحوكة ديري لنا لينا شي تصويرة بالصناب فهمت قصدك هذا لاقشي فيه موبيليزر
مكنزيدوش من فيه لاكتيف امبوليزي كنديرو غير ثلاثه. هنا حنا قلنا كدير الفالور ديال البوتاسيوم يعني داكشي اللي عندك في الماكينه. اييه في لاكتيف امبوليزي كتحيد لنا ديك الامبوليزي اون فالور. وعندنا المارج سو كو فاريابل كيساوي لنا الشيفر دافير موان الشارج فاريابل. يا هادي ولا بغينا نلقاو بطريقه اخرى كنديرو سد الشيفر دافير موان لا مارج فاريابل. لا لا الشيفر دافير موان لا مارج فاريابل موان لا مارج فيكس يعني حاجه اخرى. زيد فطر معايا نضد جابوا لي الفطور قالوا له حنا تهلينا فيك اكثر من عفوا الوالده هو دابا كليان هنايا في لافايت شكلي لا تقرا تقرا وي كليان بمعنى انك تجي تقرا حيت اصلا جالسين الناس اللي كيقراو وليدات كيقراو وانا خلطت عليه قلت راه نقص حداه وساعه بالحق جابوا لي انا الفطور اكثر منه البريسيو جرو لا فين توقفي لا والو كنتي حاطه الطوموبيل ماما؟ ها؟ غتوقفي ولا نهبط؟ علاش هزبطي معايا؟ نهبط معاك ونبقى شادك و دابا معاك في قلبي بروحي. نهبط صحابي نهضر معاهم ونبقى على ولكن انا راه غنبقى كنتسناك. علاش؟ ايوا هكاك هكاك هادشي اللي بغى الله عندك امها وكاين يعني عندك ما دير. تخرج راه غتلقاني هنايا باش تعرفها. التوفيق ان شاء الله يا رب. يا رب الله يحل بصيرتك يا رب. امين يا رب. كلشي صفر بالخلع راه البنيات كلشي صفر بالخلع. هاي طنبي بيضا مرسيدس ماش كيدرا. شوف لي بارون يلا جود لك الله يعاونك ولدي توفيق ان شاء الله. النجاح ان شاء الله هو جمال الوليدات جمال بنيات اما لقاو بعدا اساس السيده ديالي مدير مسكين الله يسر لهم امرهم يا رب امين عطيهم النجاح ان شاء الله امين ونجيبوا دورة هكا يا سيري يا عمره الاجواء ديالنا شوفي لي بارون كلشي جاي شنو يا اختي راه الكبده هادي شنو يا صاحبتي الكبده اللي محركه شنو ما عرفتي في راسك ما نعستش ما نعستش والله ما نعست حتى انتيا حتى انا والله ما نعست الى ما نعستناش مع بالنا معاه وياه ان شاء الله بالنجاح يا ربي تما كرهتش نبقى نهز له وريقه تاكم نحطهم له وعطيه ستيل يخليو لنا نخليوها تاكم الله يثبتك اولدي الله يعاونك اولدي الله يعاون وليدات يحل بصيرتهم يا ربي وجميع الوليدات اللي لا يضيع لهم هذا العام يا ربي الله يعطيهم ما كيتمناو عرفتي تنبقى نقول الله يحرر شقاهم بصح داك الشقوى اللي كنشوفو من ديك الحفاضه وداك التمام راه شوفي انا مني جيت اشرف تبارك الله صلاه النبي مسكين ما شفناهش كاع الله يمسكين راه ما شفتوش كاع مسكين من كيساليش كاع ما بقاش باغي لا والو بقى ليا كل يشرب والله ما لك الحمد لله الحمد لله ديك بعدا حيدي الطوموبيل تكعد نرجع حيدا من تما باش يبغي شي واحد يخرج يا عامره كلشي كيتسنى وليداته يا كيحب صارتهم ثاني كلشي خرج دابا حداش قلق سمو ولدي مازال ما خرجش شي دايما انا ولادي كيخليو حتى كيصوني ويجلسو تمايا كاين على خاطر خاطرو مع اللي يجيو الله يدير شي تاويض الخير وياه هاتي الدنيا شحال عامره فين جا ماما المهم بعدا ضحك شويه شي كي غادي هان هان اشرف اشرف صافي فين غادي فين غادي حبيبه بقيتي انت ما بلاش بلاش يا حبيبي ايوا صافي
صافي دخلنا دابا للدار اشرف كياكل كيتغدى باش يرتاح شويه ونمشي عاوتاني نكمل العشيه قبل قليل العفكه ماما خرج زعما شرف اصلا كيحشم خارج كيدوزتي بعدا مزيان قال الحمد لله وكيبقى القرار الاخر نتاع التصحيح نتاع الاساسينا الله يصاوب من عنده والله يطمنكم على وليداتكم وعلى وليدات المسلمين كافه اجمعين السلام عليكم.